مرحبا بكم في سلسلة فيديوهات 10 افتتاحيات رئيسية. هذا هو الفيديو رقم 7 والذي نستكمل فيه مناقشة دفاع الكاروكان. لقد خصصت 3 فيديوهات لدفاع الكاروكان: فيديو 6 وخصص للتفريع الرئيسي، وفيديو 7 و8 خصصة لتفريع فانتسي. هيا نرى هذا الفيديو. مرحبا بكم. سنرى في هذا الفيديو تفريع ممتد لدفاع الكاروكان يعرف باسم تفريع فانتسي. انه يبدأ ب e4 c6 d4 d5. هذا هو الكاروكان، ويبدأ تفريع فانتسي بلعب الابيض f3. ان هذه النقلة مثيرة جدا، فهي تدعم بيضك e4، ولكنها تحتوي على بعض الاضعافات في معسكر الابيض مثل الوتر g1 a7، حيث يمكن أن يصبح في المربعات السوداء الأسود أحد العوامل لاستغلال هذا الوتر إذا أمكن وضعه على c5 أو مثلا على b6، ويسيطر الأسود على هذا الوتر ويمنع الأبيض من التبييض. ولذلك يجب على الأبيض بالتأكيد أن يضع هذا في ذهنه. أيضا هذه النقلة تغلق مربع f3 المخصص لتعبئة الحصان، ويجب أن نتخلص من هذا البيدق لتعبئة الحصان على F3، أو نعبئه على E2، أو حتى نضعه أولا على H3 ثم نسحبه إلى F2 لمحاولة مساعدة هذا البيدق على E4 في الوسط. أحد التفريعات التي يمكن للأسود اللجوء لها هو وضع بيدق صلب على E6 في انتظار أن يستطيع فيما بعد لعب بيدق G6 في جناح الملك، أو يستطيع لعب C5 لعمل توتر في جناح الوزير ومهاجمة البيادق على المربعات السوداء. وقد يتم التكسير ويضع فيله على C5 في النهاية لمهاجمة إضعافات الأبيض التي تكلمنا عنها منذ قليل. يمكنك أن ترى الأسود وهو يكسر ببساطة هنا على E4، وهذا مألوف جدا، والأبيض يمكنه التفاعل بردين. أولا يمكنه الأخذ بهذا البيدق، أو يمكنه أن يلعب Nc3. سنتكلم في هذا الفيديو عن بعض التفريعات الرئيسية التي يمكن أن تراها، وبعض المفاهيم المفتاح التي تشرح لك كيف تهاجم ضد دفاع الكاروكان تفريع فانتسي. الخط الأول d takes e4، وكما قلنا منذ قليل الأبيض لديه ردين، يمكنه الأخذ بالبيدق على e4، وهذا ربما هو الرد الأكثر شهرة والذي يجب أن تلعبه، لأنه يعطي موقف أكثر صلابة، والأسود لديه إمكانية الوقوع هنا في عدد من الأفخاخ الرئيسية. وأنصحك بلعب هذا الخط الذي يتيح لك فيما بعد وضع حصانك على F3 بعد أن تخلصت من قلقك من هذا البيدق على F3. وكما سنعرف في الخط الثاني، إنك تأمل عندما تلعب Nc3 أن يستمر الأسود ويكسر بيدق F3 حتى تستطيع أن تضع حصانك هناك وتحصل على موقف جيد. ولكن الأسود عادة بعد Nc3 لا يأخذ على F3، ولكن دائما موقفك صلب إذا أخذت هنا على E4. الأسود لديه خيارات قليلة في هذا الموقف. إذا لعب مثلا نقلة مثل E5 لضرب وسط الأبيض، الأبيض لا يستطيع الأخذ ببساطة على E5، ليس فقط حتى لا يفقد حق التبييض بعد Qd1 Qd1، فالتبييض يفقد الكثير من أهميته بعد مغادرة الوزيرين للرقعة، ولكنه مهتم في الحقيقة بلعب الأسود Qh4 check، وهذه النقلة ستكون مصدر للكثير من الإزعاج الشديد للأبيض. ولا يهم إذا لعب الأبيض G3 أو حتى تحرك بملكه إلى E2 أو D2، ففي كل الحالات سيأخذ الوزير على E4 وسيكون موقف الأبيض سيئا، لذلك لن يأخذ الأبيض بل سيلعب Nf3 أولا، فهو يشرك حصانه في اللعب ويضغط على بيدق E5، كما يستطيع أيضا تعبئة فيل المربعات البيضاء ويبيد في جناح الملك ويحصل على عمود F النصف مفتوح عندما يجيء بالرخ إلى F1. إن نقلة Nf3 هي النقلة الوحيدة التي تعطي للأبيض الكثير من الخيارات للهجوم. لذلك إذا نظرنا لهذا الموقف نجد أن خيارات الأسود قليلة هنا. الخيار الأول هو أن يأخذ بيدق D4
محاولا كسر وسط الرقعة الذي كان يسيطر عليه الأبيض ببيدقيه E4 وD4. الأبيض يستطيع بالطبع معاولة الأخذ بالوزير في حماية حصانه، ولكن هذا ليس هدف الأبيض، بل يريد أكثر من ذلك، وهو القيام بهجوم قوي. ولذلك يلعب بيشوب C4 ويترك بيدق D4 معلقا، وهذه في الحقيقة هي أفضل نقلة لديه. والأسود هنا قد يقع في الكثير من الأفخاخ، إن من النقلات التي ربما يلعبها هي بيشوب G4، وهي نقلة معروفة لكي يربط الحصان على الوزير ويمنعه من الحركة. ولكن الفيل الأبيض يستطيع الآن أخذ بيدق F7 بكش، وعندما يأخذه الملك يأتي الحصان إلى E5 بكش مع هجوم بالكشف على فيل G4. ربما الملك ليس عليه الأخذ ولعب كينج E7، وهنا يرد الأبيض بأخذ حصان G8، والأسود لا يستطيع الأخذ بالرخ، لأنه إذا حدث يلعب الأبيض بيشوب G5 تشيك ويأخذ الوزير، وهذا بالطبع من الأخبار السيئة. ولذلك فلعب الأسود بيشوب G4 يوقعه بالتأكيد في الفخ. نقلة أخرى يمكن أن تراها هنا هي بيشوب C5 محاولا السيطرة على بيدق D4، والأبيض لا يضع اهتمامه على المادة، بل هو في سبيله لشن هجوم قوي، ولذلك فهو يستمر بالتبييض في جناح الملك. وإذا لعب الأسود نايت F6 يمكنه الرد بنايت G5، وهذا يفتح الطريق للرخ للعب على طوال عمود F النصف مفتوح. والنقلة القادمة قد تكون E5، وحاليا هناك هجوم على F7 بالحصان والفيل. إذن هناك طرق عديدة حاليا أمام الأبيض للهجوم، والأسود مجرد مراقب للدور، ولديه هذا الفيل الذي يدعم بيدق D4 ولا شيء أكثر. تفريع آخر، بدلا من التكسير على D4 يجيء الأسود أولا بفيله إلى G4، والأبيض يرد ببيشوب C4، والآن إذا E takes D4 يقع في الفخ الذي يبدأ ببيشوب تيكس F7 check كما رأينا سابقا. أما إذا لم يأخذ البيدق ولعب الأسود شيء ما مثل نايت F6، يمكن الأبيض المواصلة ويلعب بيشوب تيكس F7، وإذا أخذ بالملك يلعب نايت E5 تشيك بهجوم مزدوج على فيل G4. ولكن إذا لم يأخذ بالملك ولعب كينج E7، سيكون هناك بعض الاختلاف، حيث إنه لا يوجد حصان حاليا يمكن أخذه على G8، وبدلا من ذلك يمكن للفيل التراجع إلى B3، وهذا هام جدا، لأنه سيبقى سلاح مؤلم ضد الأسود، حيث لا يوجد بيدق D الذي يغلق الوتر، كما أن بيدق E5 لا يستطيع العودة إلى E6 لغلق الوتر. وهكذا ليس في استطاعة الأسود معادلة الضغط الرهيب الذي يمارسه فيل B3. إذن ما الذي يمكن للأسود القيام به هنا؟ إن الأبيض قطعة نشيطة، بينما ملك E7 سيبقى في موقع خطر حتى نهاية الدور، والأبيض يمكنه مواصلة وضع ضغط كبير على الأسود. الأسود يستطيع لعب نايت تيكس E4 ويرد عليها الأبيض بكوين E2 واضعا ضغطا كبيرا عليه. إذا تحرك الحصان فهو يستطيع الأخذ على E5 بكش. وإذا عدنا للخلف ولم يرتكب الأسود الأخطاء، لأن نايت F6 كانت نقلة سيئة، نفترض أنه يلعب شيئا مثل نايت D7. الأبيض يستطيع هنا التبييض في جناح الملك، ثم قد يعبئ فيل المربعات السوداء، أو قد يلعب نايت C3 ويضع ضغطا كبيرا على الأسود. بينما الأسود ما زال لديه 3 نقلات على الأقل لكي ينتهي من التبييض في جناح الملك، أو نقلتين للتبييض في جناح الوزير الذي لا يبدو آمنا، والأبيض ما زال يستطيع وضع مزيد من الضغط عليه. هناك المزيد من الاختيارات الأخرى للأسود في هذا الموقف، إنه إذا لعب مثلا الوزير إلى B6 هذا سيكون خطأ، فسيلعب الأبيض فورا بيشوب تيكس F7 تشيك، ولا يوجد شيء ينقذ الأسود. يمكن الأسود أيضا أن يلعب بيشوب B4 تشيك، ولكن الأبيض يرد بسهولة بلعب C3، ويضطر الفيل للتراجع ويفوز الأبيض بنقلة إضافية، وهذا بالطبع ليس في صالح الأسود. سننهي هذا الفيديو هنا،
وإلى اللقاء في الفيديو القادم لنستكمل خطوط تفريع فانتسي في دفاع الكاروكان.